يقع حي الشيخ سعيد في الجهة الجنوبية من مدينة حلب، وهو أهم نقطة استراتيجية بالنسبة للنظام كونه يربط الريف الجنوبي من مدينة حلب، ويطل على مركز سيدكوب للغاز ومعمل الإسمنت وخزانات النفط. لا في سكان، لا في ماء، لا في كهرباء، البيوت اتدمرت، الحواجز انخربت من الطيران بالصواريخ، ما عاد يعرف، صار معه أسراب الشهر، شلون بده يضربنا ما عاد يعرف. ويطل الحي على أستراد الراموسة، حيث يقوم النظام بتزويد عناصره بالعتاد والأسلحة من مطار حلب الدولي إلى الحمدانية التي تعد أكبر تجمع للجيش وأعوانه وأكاديمية الأسد وكليات المدفعية، فالحياة شبه مستحيلة في الحي. وقد ركز النظام على حي الشيخ سعيد وجند الشبيحة بعدد كبيرة، إلى أن الجيش الحر استطاع هزيمة النظام من الحي بفضل تعاطف الأهالي مع الجيش الحر، فصب النظام جام حقده على الحي فقصف الحي بالطائرات والمدفعية وراجمات الصواريخ، ولم يفرق بين مدرسة أو حيوانات، وأصبحت المياه تنقطع على الحي لعدة أيام، حيث اعتاد الأهالي على جلب المياه بالصخاريج. وبعد هزيمة النظام وشبيحته من الشيخ سعيد، تمركز الجيش الحر في الأمن.